تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشتركة، انعقد اليوم الجمع العام العادي السنوي للموسم الرياضي 2020-2021، حيث افتتح هذا الجمع بكلمة للسيد الرئيس الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشتركة السيد محمد مقسبل، وبعد ذلك تم قراءة التقرير الأدبي والمالي حيث صدق عليه بالإجماع، وفي الأخير تم تلاوة برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الحمد لله، كيف ما كتشوفوا الجمع العام دات في أمور عادية، جميع العصب كانت ممتلة، النصاب كان مكمول 100%، والحمد لله اللي جميل في هذا الجمع بانه دات في واحد السرعة. لما لا، وان الجميع الحمد لله التقرير الادبي ولا المالي، جميع العصب هذو راه كيعيشوا معنا، تيعيشوا معنا في تيرات الموسم هذه البطولات اللي كيعيشوا معنا وكيعرفوهم ولا سيتياسيون، كما كنقولوا الباب ديال الرئيس مفتوح تيرات العام.